واستمرارا لنهجها الإرهابي في تدفق الأسلحة لميليشياتها الحوثية الإرهابية، اعترض الأسطول الخامس الأمريكي سفينة صيد في خليج عمان كانت تحاول تهريب مساعدات فتاكة من المواد المتفجرة قادمة من إيران في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية. واكتشفت القوات الأمريكية أكثر من 70 طنا من كلورات الأمونيوم وأكثر من 100 طن من سماد اليوريا المركب كيميائيا، وهي عوامل قوية تستخدم في صناعة وقود الصواريخ والمتفجرات. وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية نائب الإدميرال براد كوبر: لقد تم اعتراض السفينة وأفراد طاقمها الأربعة من شمال اليمن أثناء عبورهم من إيران على طول طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن، مضيفا بأن الكمية المتفجرة تكفي لتزويد أكثر من 10 صواريخ بلاستية متوسطة المدى بالوقود وفقا للحجم، وأن النقل غير القانوني للمساعدات القاتلة من إيران لا يمر دون أن يلاحظه أحد، وأن هذا أمر غير مسؤول وخطير ويؤدي إلى العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.